السلام عليكم. كان في يوم صعب جدا لثوره 30 يونيو. اليوم ده مظاهر، يعني الشباب قال احنا هنطلع مظاهرات قدام مكتب الارشاد في المعطم. مظاهره عاديه جدا سلميه، 200 شاب ولا حاجه رايحين. نلاقي الاخوان اعلنوا النفير العام ولا يقل مثلا عن 3-4-5 آلاف اخوان بالاتوبيسات. على النفير العام في القاهرة، والقاهرة الكبرى يعني القاهرة والجيزة، مش المحافظات كلها. اتوبيسات رايحين في امان الله بعد صلاة الجمعة. انا طالع بالعربية انا واحد صاحبي، لقيتهم واقفين بالاتوبيسات تحت، محدش تعرض لاي حد في الفترة دي في الوقت ده. طلعت ركنت العربيه وشفت بقيه الناس بدانا نتجمع في ميدان هناك في المقطم. شويه اول ما ابتدينا نمشي ناحيه الطريق اللي بيودي مكتب الارشاد، ابتدوا يطلعوا علينا من كل حته، بقى طوب خرطوش. والسب بتاعتهم ابتدت تضر اي حد من الشباب اللي طالع من المقطم من تحت، يضربوه بالطوب ويكسروا العربيات بتاعته. وممكن يكون طبعا ناس من اهالي المقطم ما لهاش دعوه باي حاجه. المهم ابتدينا نتجمع نتظاهر. بعد كده في حته ارض فاضيه كبيره جدا طلعوا علينا بالطوب، علمناهم العافيه احنا وبعض واهالي المقطم بقى من البلكونات. يعني بص، يعني تشجيع كاننا في ماتش كوره. طوب 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 طوب، جريناهم وجرينا وراهم، بمعنى جرينا وراهم. ورغم ان عددهم اكبر مننا بكتير، بس هم اجبن خلق الله، مناظر وكلام بس. يعني برضو ما خلصوش، قلنا نتحرك ناحيه الارشاد عشان نعمل المظاهرات بتاعتنا. لقيناهم طبعا كان ما كانش في الصيف، فيعني الدنيا ليلت على 5-6 مثلا، فشويه الدنيا ابتدت تظلم. جينا نروح عند مكتب الارشاد، الشرطه واقفه سدت الشارع، والناحيه الثانيه هم بيضربوا من ورا الشرطه، متحامين في الشرطه. هم ما عرفش يواجهك راجل لراجل، عشان هم مش رجاله اصلا. فوقفوا ورا الشرطه يضربوا بخرطوش ويضربوا بالطوب، واحنا مش عايزين نضرب عشان الشرطة، تخيل. فشوية الشرطة خدت اوامر ان تفضي المظاهر، فالشرطة ابتدت تضرب فينا قنابل غاز عشان نمشي. فابتدينا نرجع لورا، في ناس ابتدت تتخنق، ابتدت تقع، محدش مات يتعالي يومها، يعني اصابات من الغاز بس. ابتدى الاخوان بقى يعملوا ايه؟ يصطادوا الشباب اللي الغاز بيموت، فبيجري اي شارع جانبي. يوم ايه 7-8 مكتفينه ومودينه على جامع، يخشوا يضربوه جوه الجامع. اقسم بالله العظيم ده حصل، وانا سمعت بوداني وشفت بعيني، سمعت من بره الجامع وشفتهم وهم والتجمع يعني حوالين واحد يعني، ويصوروه فيديو ويعدموه العافيه ومين معاك ومش عارف ايه والحركات الزباله بتاعتهم دي. ابتدوا يصطادونا واحد ورا التاني بالشكل ده، والشرطه بتضربنا من الناحيه التانيه عشان تفضي المظاهره. فالشرطه ساعتها تحت امر وزير الداخليه ومرسي ان هو يفضي مظاهره، ما كانتش ضد ايه اخوان ولا ضد مرسي، بالعكس. ابتدوا بقى الاخوان يعملوا ايه بقى في الجوامع الصغيره اللي في المقطم، يطلعوا يضربونا بالطوب. مجموعات شباب بقى مننا في كل حته يطلعوا يضربونا بالطوب، فالناس مش الدنيا ضلمه مش عارفين بيضربوا فين، يعني فاكرين ان هم بيضربوا، يعني الناس بتضرب طوب. فبعض الناس يردوا بالطوب تاني، فيقوموا قافلين باب اتاري ده جامع، يطلعوا مستخبين جوه الجامع. شو بيستخدموا؟ نفس اللي حصل في سينا، اللي هم يضربوا على الجيش ويستخبوا في جامعة، هو نفس الطريقة دي. ف
فلما الجيش يجي يضرب جنب يضربهم فتيجي جنب الجامع يقول لك بص شوف الجيش بيضرب الجامع ازاي، نفس طريقه يعني يا جماعه قلعه من الصهاينه اقسم بالله، ضربوا يطلعوا يضربونا بالطوب ويقفلوا فلما حد يضرب بالطوب يصوروا يقولوا الشباب المتظاهرين الخونة العلمانيين بيضربوا طوب على الجامع الكفرة، فيخلوا الرأي العام يتشحن ضدنا اللي احنا بنضرب على الجامع، فالناس تعرف ان ده جامع فبقينا نستقبل الطوب ومحدش عارف يرد. وصل الموضوع كده ل 12 واحدة بالليل بس كسرنا شوكتهم بساعتها معهم الشرطة وبيضربوا وجريناهم زي الكلاب، كانوا على طول بيطلعوا عند الاتحادية وفي التحرير هم بقى اللي ايه بيضربوا ويعملوا لا في اليوم ده اتكسرت شوكته. بعد كده بقى حصلت لما قبل ثورة 30 يوم بيوم عند المقطم لما حاصرنا المكتب الإرشاد والناس الشباب اللي وسطينا يعني نزلوا فيديوهات وكده، فالناس لا يعني هنهديهم بالجزمة يعني محدش هيخاف منهم. فاليوم ده كان صعب جدا جدا جدا. بس وهبقى اعمل فيديو تاني عن يوم تاني صعب في ايام الثورة. شكرا.